الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إحدى الأخوات تصلي ركعات متفرقة من بعد العشاء إلى الفجر، مثلا بعد صلاة العشاء بساعة تصلي ركعتين، وبعدها بساعة تصلي ركعتين، وبعدها مثلا بساعتين تصلي ركعتين، وتختم قبل نومها وترا، وتعمل هذا كي لا تثقل عليها صلاة الليل، وكي تصلي عددا أكبر من الركعات، هل فعلها هذا يعد بدعة؟ علما أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى من أول الليل وأوسطه وآخرة، عدد الساعات الفارقة بين الركعات غير ثابتة، أي أوقات متفرقة. الحمد لله، لا بأس بفعلها هذا إن شاء الله، إذا كان ذلك أعون لها على قيام الليل وصلاته، وعلى الاستمرار والمداومة وعدم الإشقاق أو الإثقال على نفسها. فإذا كان ذلك هو أخف عليها وأيسر لها وأدعى للمحافظة والاستمرار والمداومة على صلاة الليل فلا حرج. فهذا لا يخرج عن قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل، قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ومن المعلوم أن وقت صلاة الليل كله وقت صالح لأداء الصلاة فيه، سواء من أوله أو أوسطه أو آخره، سواء بركعات مجموعة أو بركعات متفرقة إذا كان يشق الجمع، فتصلي في أوله وتصلي بعد وسطه في وسطه وتصلي كذلك في آخره. كل ذلك من الأمور التي لا بأس بها إن شاء الله تبارك وتعالى. فإن وقت صلاة الليل يدخل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، فكل هذا الوقت صالح لإيقاع الصلاة فيه مجموعة أو مفرقة، مجموعة أو مفرقة. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث عائشة قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. وقد صح الوتر بركعة واحدة في أول الليل من حديث ابن عباس عن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلا بأس بذلك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا لو صلت صلاة الليل مجموعة متعاقبة متوالية أو صلتها مفرقة في الوقت الصالح للصلاة، فإن هذا أمر لا حرج فيه ولا مشقة ولا حرج فيه ولا ضير، لا سيما إذا كان هو الأعون لها على الاستمرار والمداومة ويوجب لها تخفيف صلاة الليل عليها، والله أعلم.